la chute des prix du pétrole a levé le voile sur un pays impuissant et un pouvoir autiste. Les citoyens algériens à Berber FFS pour أولا تتفضل السيدة أو طبعا الاختلاع على رؤية الحزب في فيدراليات مختلف فيدراليات قادة الجبهة الدولية الاشتراكية السيدة العصر. بالنسبة للانتخابات الشرعية اتفق أولا أن الهيئة الوحيدة المخولة للبث في القضية هو المجلس الوطني. بعد ذلك أن سوف يكون هناك نقاش حر، نقاش ديمقراطي، وفي الأخير سيقرر المجلس الوطني المشاركة من عدمها. النواب هنا لم يشاركوا في جلسة التصويت، واعتبرناه أنه قانون غير وطني، قانون غير اجتماعي. نتفاجأ أن بالسلطة تمرر قانون المالية باستعمال القوة واستعمال الدكتاتورية الأغلبية الموجودة في البرلمان لتحميل الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع عبء هذه الأزمة.